بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والنهارده احنا بنشيع جنازه الشيخ رفاعي، وهو رجل احسبه يعني من الذين خدموا الاسلام مده طويله، وانا واحد من الناس تتلمذت على كتب الشيخ رفاعي وعلى علمه وعلى اسلوبه الجميل في الكتابه، واستفدنا منه في حركاتنا وعملنا ومشورته الطيبه دائما. اسال الله تبارك وتعالى ان يتغمده برحمته. وانا في الحقيقه باوصي الإخوة الكرام بمتابعة وقراءة كتب الشيخ رفاعي سرور، ومن يستطيع عدد طبعها ونشرها، خاصة أن فيها كتب مفيدة وكلامه رصين والكلمة كلمة والسطر سطر، رجل محترم رحمة الله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يتغمده برحمته وأن يرحمنا جميعا بإذن الله تعالى، وأن يوفق لنصرة الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم.